أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة الدراسات العليا كلية صيدلة جامعة القاهرة، معاكم عماد ويليام، وبإذن الله النهاردة هنبتدي مع بعض الجزء العملي والخاص بالإكسل. الإكسل زيه زي أي أبليكيشن قبل كده اتعلمناه، لما بنفتحه أول حاجة بتظهر لنا فوق، احنا هنتكلم عن اللي ظاهر لنا على الشاشة مبدئيا ومفروض احنا عارفينه. أول حاجة التايتل بار اللي فيه عنوان الابليكيشن واسم الفايل، بعد كده المينيو بار اللي هي فيها القوائم، التول بار الأدوات اللي بنستخدمها في الابليكيشن، بعد كده عندنا حاجة اسمها الفورمولا بار أو شريط الصياغة، هنأجل كلامنا عليه مع الوقت هيبان هو ايه وظايفه ايه. بعد كده هيبان لنا ورقة العمل. ورقة العمل هي الجزء اللي احنا بنشتغل فيه ومقسمة الى أعمدة وصفوف. الأعمدة بتاخد عنوان حرف أبجدي او اكتر من حرف لما هنشوف ABC، والصفوف او الروز سيريال نمبر ارقام تبتدي من واحد الى الاخر، هنشوف الاخر احنا عندنا كام سطر وكام عمود. بعد كده تقاطع الرو مع الكولوم بيعمل لي حاجة اسمها سيل الخلية، وهي الوحدة اللي انا بشتغل عليها. الخلية عبارة عن تقاطع العمود مع الصف، وبيكون ليها ادرس، والادرس بيظهر في اقصى يسار شريط الصيغ او الفورمولا بار. انا كده واقف في السيل D5، والكرنت سيل بوينتر اللي هو الجزء بالاخضر ده هو بيبين لي هو ده الكرنت سيل، انا واقف فين في ورقة العمل. لما بنتقل بنتنقل معايا الكرنت سيل بوينتر. ورقة العمل احنا اتفقنا ان هي كبيرة، هنشوف هي كام سطر وكام عمود، واقدر اقول ان انا عندي اكتر من ورقة واقدر اضيف ورق تاني. والجزء الخاص اقصى اليمين ده ان انا اقدر اكبر او اصغر بالنسبة للزومينج في الرؤية. تحت خالص الستاتس بار، وفي هنا الريدي مود علشان ده بعد كده لما يتغير نبقى ناخد بالنا منه. وبعد كده بقى هنبتدي نقول ايه الاستخدامات، ازاي انا اشتغل على الاكسل. اول حاجة علشان اقدر نشتغل عليها هي الموفمنت اراوند ذا ورك شيت، او التنقل خلال ورقة العمل. اتنقل خلال ورقة العمل ان زي ما اتفقنا انا عندي اجزاء كتير، وانا اللي ظاهر لي حتة صغيرة. طب لو عايز اروح مكان تاني هنشوف احنا دلوقتي نقدر نتنقل ازاي. اول حاجة عندي باستخدام الكيبورد او الماوس، احنا هنشوف اول حاجة عندي الاسهم، لما بضغط على اي سهم بينتقل مؤشر الخلية الحالية خلية واحدة في اتجاه السهم المضغوط. عندي بعد كده بيج اب وبيج داون. بيج داون بينتقل صفحة صفحة، بيج اب صفحة صفحة لفوق او لتحت. بعد كده عندي الالت، خلينا في الالت الاول، مع بيج اب او بيج داون بيحركني بيج داون صفحة صفحة بالعرض او شمال ويمين عكس البيج اب والبيج داون. يعني البيج اب والبيج داون على المستوى الهوريزونتال او الرأسي، انما لما بدوس على الالت تبقى على المستوى الافقي. طيب نيجي اللي بعد كده، بالنسبة احنا عندنا كام سطر، هو بيفرق بصراحة ما بين نسخة للتانية، فانا شغالين على نسخة هنا عدد السطور فيها زي ما انتم شايفين، انا حتى مش شايف الرقم انما كبير جدا، وده كلام نظري الصراحة، ما بنقدرش نقول ان هو
اقدر املى كل الخلايا دي، ولكن على حسب الميموري بتاعتي بقدر املاه. طيب اوكي، طبعا زرار الهوم زيه زي ما خدنا في الوورد يودينا عند اول السطر ايا كان الرو اللي انا واقف فيه، انما كنترول هوم دايما بتوديني عند الخلية A1. في بعد كده الاند، والاند ده هنتكلم عليه في وقت تاني ازاي احنا لما نستخدمه او نتنقل في اجزاء ما بين بداية ونهاية الادخال. طيب دلوقتي اتفقنا ان احنا الوحدة بتاعتي سيل، يا ترى السيل دي اقدر ادخل فيها ايه؟ انواع المدخلات عندنا 3 انواع، بنبسطهم في 3، هما يعني ممكن يتقسموا تقسيمة اكبر من كده، ولكن للتبسيط هنا احنا هنتكلم ونقول ان اول نوع هو الارقام، ادخل ارقام، ولما بدخل ارقام ببتدي اكتب الارقام من الكيبورد، وبعد كده اقدر من الفورمولا بار عندي علامة صح وغلط، علامة صح كأني دوست انتر او بدخل، بس بيقف الكرنت سيل بوينتر بيقف عندها، اكتب رقم تاني، خلصت ممكن ادوس من على الكيبورد هيدخلها، بس هينتقل للخلية اللي اسفلها، يعني كأنه بيدوس انتر وسهم لتحت، وبرضو يبقى انا عندي من شريط الصيغ، ودي تاني وظيفة لي ان اقدر اعمل ادخال او اكنسل منه. وألاحظ حاجة تاني، إن الأرقام لما بدخلها بتعمل بتاخد محاذاة ناحية اليمين، right alignment، الأرقام كلها بتحاذي يمين الحافة، الحافة اليمنى للخلية زي ما احنا شايفين، بعكس التكست لما باجي أكتب أي تكست بيحاذي ناحية الشمال، يبقى اي تكست بكتبه بيحازي ناحية الشمال والارقام بتحازي ناحية اليمين، وده تاني نوع الارقام والحروف، يبقى ده تاني نوع من المدخلات وهي الحروف. طيب لو انا مثلا بكتب عنوان 13 شارع القصر العيني مثلا، يا ترى ده حروف ولا ارقام؟ لا طبعا، طالما احنا كتبنا حاجة غير الأرقام يبقى حروف على طول، بيعامل معاملة الحروف مش الأرقام. تالت نوع وهو المعادلات، ودي قوة الإكسل. الإكسل أنا بستخدمه في المعادلات الحسابية، وإحنا كطلبة كلية صيدلة بيفتنا الإكسل في أكتر من حاجة، إن إحنا بنعمل عليه عمليات التحليل الإحصائي، ودايما بنعمل بعد كده الرسومات البيانية، ودي ما بيخلاش منها أي بحث أو أي رسالة علمية. طيب تعالوا نشوف المعادلات وما المقصود بها وما هي إدخال المعادلات. إحنا اتفقنا إن أنا بفرض إن أنا عندي أرقام، خليها فيها أرقام. طيب ما هي المعادلة؟ عايز أعمل معادلة تجمع لي الرقمين دول اللي في الخلية G1 وG2. أول حاجة في إدخال المعادلات الذهاب للخلية المراد وضع الناتج به. يعني إيه؟ يعني هحط الناتج فين؟ عايز أحطه تحتيها، يبقى أقف عند الخلية G3 وأبدأ، يعني أول حاجة زي ما اتفقنا أقف في الخلية اللي هحط فيها ناتج المعادلة. بعد كده المعادلة بتبتدي بيساوي، ممكن تبتدي بزاد او ناقص، بس خلينا نقول جرى العرف انها تبتدي بيساوي. يساوي عايز اجمع الخلية G1 زائد الخلية G2، هروح للخلية الاولى اكليك عليها، هو نفسه هيكتب لي الادرس بتاعها في الفورمولا بار، يبقى ابتدى يوريني انا بكتب ايه، ودي من الوظائف بتاعت الفورمولا بار. طيب G1 يساوي G1، عايز اعمل زائد هعملها من الكيبورد، اروح على الكيبورد واعمل زائد،
بعد كده اروح للخلية التانية اعمل كليك عليها، كتب لي الادرس بتاعها، خلصت المعادلة ادوس انتر، اوتوماتيك راح طلع لي الناتج. يا ترى الخلية جي 3 فيها 12 ولا فيها مجموع الخلية جي 1 بلس جي 2؟ كل ما في الموضوع بنقول لا، هي فيها، هي هنا ال 12 هو ناتج المعادلة، ولكن الذي جوه الخلية هي معادلة بتقول فيها مجموع الجي 1 بلس جي. عشان نفهم الحكاية دي، لو الخمسة دي اتغيرت وبقت 10، يا ترى ايه اللي هيحصل في جي 3؟ اوتوماتيك هتتغير، ودي ناتج المعادلة هو اللي اتغير، ولكن المعادلة ما ننساش فضلت زي ما هي، الناتج بس هو اللي اتغير. طيب لو انا عندي اكتر من رقمين، يا ترى اقدر كل مرة هقول يساوي وزائد وناقص والكلام ده، ولا في طريقة تاني؟ لا، عندنا اداة الجمع التلقائي، ودي موجودة في شريط الأدوات، ممكن أكليك عليها مرة واحدة. مرة واحدة بيقول لي هو هيجمع إيه ويحدد لي الرينج اللي هيجمعه، لو كليكت عليه تاني أو دوست إنتر هيطلع لي الناتج المجموع. دي الأساسيات بتاعت الإدخال وأنواع المدخلات داخل الخلايا. نيجي لي برضو حاجة بسيطة صغيرة، لو أنا سي جمعت الرقمين دول وطلع ده مجموعهم، طب سي إن في رقمين تانيين هنا 3 و4 مثلا. إحنا قبل كده درسنا الكوبي وبيست في الوورد. أنا لو وقفت هنا اتفقت إن الخلية دي فيها مجموع جي 1 بلس جي 2 وطلعت الناتج 17، وزي ما قلنا ان انا هنا اللي ظاهر قدامي في ورقة العمل ده بسميه displayed، ولكن الكونتنت هو اللي ظاهر على الفورمولا بار. الاتنين بيساووا بعض في الارقام والحروف، ولكن في المعادلات هتلاقي الكونتنت في الفورمولا بار ولكن الديسبلاي في الورك شيت. طيب نيجي نقول زي ما خدنا في الورد، لو انا اخدت كوبي من هذه الخلية ورحت على الخلية اللي جنبيها وعملت بيست، يا ترى هيحط 17 ولا هيحط ايه ولا هيعمل ايه؟ لا، هو انا باخد كوبي من مضمون المعادلة اللي هو قال انا بجمع اللي فوقية زائد اللي فوقيها، فلو عملت بيست هنلاقيه اوريدي لا جمع على العمود الجديد، ولو غيرنا خلاص يبقى احنا عرفنا ان احنا لما بناخد كوبي مش بناخد كوبي من 17 ولا من مجموع الاتنين دول، لا بناخد بنقول اللي فوقيه زائد اللي فوقيها، وبالتالي لما بنعمل بيست هنا هيجمع الاربعه زائد التسعه. غير كده لا، لو خدنا كوبي عادي زي الوورد لو كان تكست طبعا مفيش مشكله، ادي كوبي وادي بيست. بيست ممكن ادوس انتر او ممكن اقدر اعمل اكتر من بيست في الحالة دي الى ان انهي بانتر. طيب ده كده الجزء الاول او التعريف بالاكسل وازاي اتحرك خلال ورقة العمل وانواع المدخلات حروف وارقام ومعادلات. هنيجي نشوف بقى، تعالوا نبتدي اول جزء بسيط في المعادلات، وليكن ان انا عايز اعمل مبيعات صغيرة عندي في شهور معينة. ادي شهر يناير انا حبيت اكتبه قدامكم، وممكن باقي الشهور في العلامة الصغيرة دي اللي على اليمين، لو عملت سحب ناحية اليمين كده هو لوحده كتب لي الشهور في السلاسل بتاعته، وده احمد وده علي وده سامي وده التوتل. لو جينا جمعنا زي ما اتعلمنا، ادي اداة الجمع التلقائي جمعت لنا تمام الارقام كده اوكي، واقدر زي ما قلنا كاني بعمل كوبي بيست اعمل اوتو فيل هيجمع لي دول، وزي ما عملنا برضو بالنسبه للاعمده هنعمل بالنسبه للسطور، يعني احمد مبيعاته قد ايه في الثلاث شهور دول،
برضو أداة الجمع التلقائي هي بتعرف أنا هجمع إيه، وهنشوف بعد كده لما لو هي اختارت غلط أو الاختيار بتاعها مش عاجبني أتدخل إزاي، أدوس إنتر أو أدوس عليها تاني، وبرضو ممكن أعمل دبل كليك أو أسحب. أدي الدبل كليك أهي عشان نتأكد، وممكن برضو نسحب كده ونعرف إن هو هيجمع. أوكي طيب، هنيجي بعد كده نشوف المينيمم والماكسيمم والافريج، ممكن نطلعهم على مستوى الافراد وممكن ناخد منها كوبي. وعندنا هنا في بيست سبيشيال ممكن اعمل ترانسبوزنج بحيث الاعمده، يعني انا اخدتهم وهم سطر وعايز احولهم الى عمود بهذا الشكل، ده برضو من الحاجات اللي في الاكسل. طيب تعال نشوف الماكسيمم، ندوس اسكيب نطلع دي. ايه ماكسيمم؟ نفس الاوتو سام، لو دوسنا على السهم الصغير اللي موجود ممكن يجيب لي ادي الماكسيمم هنا. دخل التوتال معايا؟ لا، اقدر اقول له لا انا عايزهم في اول ثلاثة بس. اوكي دوس انتر، يبقى ده اكبر رقم في لحمة في يناير فبراير ومارس، فعلا هيكون ده اكبر رقم. طب برضو اعمل كده مفيش مشكلة. طب المينيمم نفس الموضوع بس عشان نتعود عليها، خد معايا كله؟ لأ انا عايز على مستوى يناير فبراير ومارس. بدوس على اول خلية واعمل دراج انتر، هو هنا جاب كله لما عملت دبل كليك، او ممكن اسحب بس برضو مفيش مشكلة اسيبها عندي. الافريج وهي الفانكشن، وهي افريج بتطلع المتوسط بتاع 3 شهور، وهي عبارة عن مجموعهم على عددهم، وهو بيطلعها لي على طول. ممكن دي لو مش عايزينها دلوقتي نمسح. ماشي نفس الموضوع، الماكسيمم هنا بس هنا على مستوى شهر يناير، يا ترى مين فيهم احمد ولا علي ولا سامي كان صاحب اكبر رقم؟ ما ننساش ممكن ما ناخدش التوتال معانا. اوكي كده كده انا سحبت فاشتغل على كل الشهور. نفس الموضوع المينيمم، نعملها تاني. والافريج واقدر برضو اعملها مرة واحدة بدل على مرتين. ده بالنسبة لي ازاي استخدم الاوتوسام وبعض الفانكشنز اللي موجودة معاها، اذا كانت الافريج او الماكسيمم او المينيمم. الكاونت نمبرز بيعد لي عدد الخلايا او الارقام الموجوده في رينج معين. نبقى نشوفها في مثال تاني. تعالوا نشوف مثال اخر للعمليات الحسابيه، وهو مثلا لو نتكلم عن الفاتوره. الفاتوره بتبقى عباره عن كميات واسعار، والكمية في السعر بيديني الفاليو. طيب الفاليو عبارة عن ايه؟ قلنا الكمية في السعر، ازاي ادخلها؟ ببتدي المعادلة بتاعتي بعلامة يساوي الخانة اللي فيها الكمية، اكليك عليها يحط لي الادرس بتاعها، علامة الفي موجودة على الكيبورد، والخانة بتاعت السعر. خلصت كده ادوس انتر، يبقى هو هنا حسب لي الفاليو
خمسة قطع، قطع سيب 2 جنيه، يبقى الفاليو 10 جنيه. اخد كوبي وبيست او اعمل دراج زي ما انا عايز او دبل كليك، عملها لي بالنسبة للاصناف اللي بعد كده. لو عايز اطلع التوتال منساش ادوس على السيجما، تمام كده، ده التوتال اللي انا عايزه، ده اجمالي الفاتورة. طيب لو انا عايز اعمل حاجة زي جدول الضرب، مثلا جدول 5، وعايز اضربه، ادي 1 2 مثلا، لو عايز اعمل سلسلة احدد اول قيمة وتاني قيمة مع بعض عشان يعرف الستيبس بتاعتهم، واسحب مثلا لحد 12. طيب لو انا قلت يساوي 5 مضروبة في 1، تمام، 5 في 1 يساوي 5، مفيش مشكلة. لو انا خدت كوبي من السيل دي للسيل اللي تحتيها، يا ترى الناتج هيكون كام؟ تعالوا نجرب، ادي كوبي وادي بيست. لا ده صفر. ليه؟ زي ما اتفقنا الخلية دي بتقول اللي على شمالي في اللي على شمالها، ماشي. تعال نشوف دي، اللي على شمالي 2 في اللي على شمالها، هو هنا حسبها صفر، فاتنين في صفر بصفر. طب حلها ايه؟ انا لو خدت كوبي كده صفار كلها، الحل مثلا ان انا اكبير 5 مثلا. طب لو عايز اخلي 5 6 لازم اعملها فيهم كلهم؟ لا ده مش حل. يبقى احنا هنشوف حل تاني يكون غير كده، وهو ان هنتكلم عن العناوين النسبية والعناوين المطلقة او الابسوليوت ريفرنس. العناوين المطلقة والعناوين النسبية، قلنا لو انا عايز اخلي الخلية دي تضرب في دي ودي في دي ودي في دي، طب اعملها ازاي؟ هعمل المعادلة بتاعتي عادي، او اللي يساوي الخلية دي هتبقى نسبية، مفروض لما اعمل كوبي تنزل، مضروبة في هنا هتبقى ابسوليوت. لا طب اعملها ازاي؟ مجرد ما رحت لها وكلكيت عندها وهو طلع الادرس بتاعها، ادوس F4، F4 حطيت لي دولار ساين قبل الكل الرو ودولار ساين قبل الرو كده، يقول لي دايما لما تيجي تاخد كوبي هتبقى C38 في B37 زي ما هنشوف. دي ما فيهاش مشكلة. تعالوا بقى نعمل الكوبي بتاعنا، هنلاقي ان دايما ضرب دي في 5، الاربعة في 5، ثبت الخلية دي علشان انا كنت مثبتها في المعادلة. بكده ينتهي الجزء الاول بتاعنا الخاص بالاكسل والمعادلات وكيفية ادخال المعادلات.